قصة اليوم بعنوان دهاء الملك والعجوز. كان في أحد الأزمان السالفة ملكاً ووزيره يتجولان في المدينة، وعندما وصلا إلى أحد الأعجز في الطريق دار الحديث التالي بين الملك والرجل العجوز. قال الملك: السلام عليك يا أبي العجوز، وعليكم كما ذكرتم ورحمة الله وبركاته. الملك: وكيف حال الاثنين؟ قال العجوز: لقد أصبحوا ثلاثة. قال الملك: وكيف حال القوي؟ قال العجوز: لقد أصبح ضعيفا. قال الملك: وكيف حال البعيد؟ قال العجوز: لقد أصبح قريبا. قال الملك: لا تبع رخيصا. فرد العجوز: لا توصي حريصا. كل هذا المشهد دار والوزير واقف لا يفقه شيء منه، بل وقد أصابته الدهشة والريبة والصدمة. ثم مضى الملك ووزيره في جولته، وعندما عاد الملك إلى قصره سار الوزير إلى بيت الرجل العجوز ليستفسر عن الذي حدث أمامه في ذلك النهار. وصل إلى بيت العجوز ومباشرة استفسر عن الموضوع، ولكن العجوز طلب مبلغا من المال فأعطاه الوزير 1000 درهم. فقال له العجوز: فأما الاثنين فهما الرجلين وأصبحوا ثلاثة مع العصا. وفي السؤال الثاني طلب العجوز 2 ضعف المبلغ الأول فأعطاه الوزير 2000. فقال: فأما القوي فهو السمع وقد أصبح ضعيفا. ثم طلب في السؤال الثالث 2 ضعف المبلغ الذي قبله فأعطاه الوزير 4000. فقال: فأما البعيد فهو النظر وقد أصبح نظري قريبا. وعندما سأله الوزير عن السؤال الأخير امتنع العجوز عن الإجابة حتى أعطاه الوزير 100000 درهم. فقال: إن الملك كان يعلم منك أنك ستأتي إلي لتستفسرني عن الذي حدث وأني سأشرح لك، وأوصاني بألا أعطيك مفاتيح الكلام إلا بعد أن أحصل على كل ما أريد، وها قد حصلت. ثم مضى الوزير وهو مبهور بما حصل معه في ذلك النهار. لو عجبتك القصة ياريت تعمل سبسكرايب وتشاركنا بالإعجاب على القناة.